بلاد شوت 2020. الفيلم إنتاج أمريكي، مدة عرضه 110 دقيقة. ابتدى عرضه في سينمات مصر 11 مارس 2020. تصنيف الفيلم الفني خيال ودراما وحركة أكشن. تصنيف الفيلم الرقابي للجمهور العام تصلح مشاهدته لجميع الأعمار. القصة: يبعث ري جاريسون بعجوبة من الموت من خلال إحدى تقنيات النانو تكنولوجي، لكنه يعاني في المقابل من فقدان تام للذاكرة، ويحاول ري التواصل من جديد مع شخصياته الحقيقية التي كان عليها في الماضي، بينما يكتشف أنه قد بات في حد ذاته بمثابة سلاح فتاك. الفيلم من إخراج ديف ويلسون، تأليف إريك هزاير وجيف وادلو. طاقم العمل أبرز الممثلين: فين ديزل، سام هيوين، مايكل شين، تاتولا رايلي. برايمال ريج The Legend of Konga 2018. غضب بدائي، أسطورة كونجا. فيلم أمريكي مدة عرضه 106 دقيقة. ابتدى عرضه في سينمات مصر 4 مارس 2020. تصنيف الفيلم الفني خيال ورعب وحركة ومغامرات. تصنيف الفيلم الرقابي طبقا للموشن بيكتشر أسوشيشن MPAA وطبقا للتصنيف الرقابي المصري ريتد R ريستريكتد للكبار فقط. تتحول رحلة زوجين شابين لما شملهما حديثا عبر شمال غرب المحيط الهادئ إلى كابوس، حيث يجبران على مواجهة الطبيعة والسكان المحليين البائسين والمخلوق الوحشي المعروف لدى الأمريكيين الأصليين باسم أوما. الفيلم من إخراج باتريك ماجي وتأليف باتريك ماجي وجاي لي. طاقم العمل أبرز الممثلين: جيمسون بازاك، أندرو جوزيف مونتجامري، مارشال هيلتون، كيسي جاجاليارتي. The Body 2019. الجسد. فيلم هندي مدة عرضه 120 دقيقة. ابتدى عرضه في سينمات مصر 4 مارس 2020. تصنيف الفيلم الفني تشويق وإثارة وغموض طبقا للتصنيف المصري لجمهور العام تصلح مشاهدته لجميع الأعمار. على نحو غامض تختفي سيدة أعمال من ثلاجة المشرحة، ويحاول المحقق البحث عن الجثة وعمن يمكنه أن يسرقها، لكنه حين يحقق مع زوجها يكتشف أن الأمر أعقد مما يبدو. الفيلم من إخراج جيزوا جوزيف، تأليف أوريول باولو. طاقم العمل أبرز الممثلين: ريشي كابور، فيديكا، إميران هاشمي، سوبيتا دوليابلا. ستاردوغ أند تيربو كات 2019. ستاردوغ وتيربو كات. فيلم بريطاني مدة عرضه 90 دقيقة. ابتدى عرضه في سينمات مصر 26 فبراير 2020. تصنيف الفيلم الفني كوميدي أنيميشن. تصنيف الفيلم الرقابي للجمهور العام تصلح مشاهدته لجميع الأعمار. يستيقظ كلب ليجد نفسه يمتلك قدرات خارقة، وبينما يبحث عن ساعد له يتقابل مع قط خارق ليحاربان الجريمة ليلا. الفيلم من إخراج بن سميث، تأليف بن سميث. طاقم العمل أبرز الممثلين: أصوات بيل ناي، جيما أرتيتون، نيك فروست، لوك إيفانز. كيل تشين 2019. سلسلة القتل. فيلم أمريكي مدة عرضه 91 دقيقة. ابتدى عرضه في سينمات مصر 19 فبراير 2020. تصنيف الفيلم الفني حركة أكشن. تصنيف الفيلم الرقابي المصري وطبقا للموشن بيكتشر أسوشيشن MPAA ريتد R ريستريكتد للكبار فقط. يتبادل ثلاثة من الغرباء إطلاق النار على بعضهم البعض دون أي استعداد، لتتحول الأمور لساحة من القتل والدماء، وتحاول الشرطة السيطرة على الأمور، ولكن قبل ذلك فهم ما يحدث. الفيلم من إخراج كين سانزل. طاقم العمل أبرز الممثلين: نيكولاس كيج، رايان كوانتين، أنابيل أكوستا، جون ماك.